تعرف على الأستاذ عادل. الأستاذ عادل إمام أنا بعتبره توأمي، إحنا الاثنين الناس بتحبنا مع بعض. أنا استفدت كتير من جماهيرية الأستاذ عادل إمام، الناس حبونا سوا، وأحلى وأنجح أفلام عملنا مع بعض. عادل إمام إنسان عطوف، ده بعيد عن الفن طبعا، فنان قد الدنيا. اتعلمت منه كتير، اتعلمت ازاي لما امثل قدامي، احنا الاثنين قدام بعض، ابص لعينيه وبقه. امتى عينيه هتقول لي ان خلاص الجمله بتخلص؟ امتى بقه مش هيقول الحاجه اللي بتضحك؟ وبعدين اتكلم عشان ما بوظش عليه الافيه اللي هيعمله للناس. ببقى في منتهى السعاده لما بشتغل مع الاستاذ عادل. بسيب كل حاجة، ما بفكرش حاجة غير إني هعمل دوري إزاي. منظم في كل شيء، حبوب، عمره ما غار من حد معاه، عمره. أنا عمري ما حسيت إن في غيرة فنية، بالعكس كان يحبني وبيشجعني، وساعات كان يقول لي أعمل إيه في الحتة دي. فربنا يخليه لنا، ودايما أشوفه ناجح بيا أو من غيري. عشان احنا الاثنين، واحتاج اسم الخط اتكتب علشان احنا الاثنين. و وصلنا كمان اوتوتو كان اول فيلم، اخر فيلم مع عادل امام قبل ما توقفوا فتره طويله. لا، احتاج اسم الخط بعد عصابه حماده وتوتو. اللي حصل ان الاستاذ عادل امام ابتدى يغير في نوعيه ادواره، حتى لا يطير الدخان، الهيفوت، الغول، الشكل اتغير، حب في الزنزانة، حب في الزنزانة. ولا الافلام دي ما تناسبكيش بقى، لا زي ان هو البرودات اللي دمها خفيف بتاع الكوميدي. كانوا انا بيبصوا لي انا بضحك الناس. لبلبة لما بيقولوا لبلبة بيضحكوا، لبلبة ليه؟ عمرهم ما يقولوا لبلبة ليه؟ لا، فهم المخرجين كانوا في بالهم ان لو جبنا لبلبة يبقى في ضحك. فهو غير ادواره، وانا كمان ابتديت اغير في ادواري. وفاتت السنين، وفجاه كنت معزومه على الغدا، كان عيد، لقيت الاستاذ عادل امام هو كمان معزوم. هي نونيا، ازيك يا نونيا؟ طبعا احنا ما اشتغلناش مع بعض، لكن كنا دايما على اتصال ببعض، وعلى اتصال باسرته واولاده. انا بحب اولاده قوي، رامي ومحمد، دول بعتبرهم زي ولادي، يعني كبروا قدامي. فقال لي يا نوني اخبارك ايه؟ انت تخنتي شويه؟ هو عادل امام ما يحبش ابدا حد يتخن. فقلت له يمكن، كان رمضان ناكل حاجات حلوه. قال لي طب خسي عشان هنشتغل مع بعض. قلت له يا ريت. فيلم ايه؟ قال عريس من جهه امنيه. اشتغلنا فيلم عريس من جهه امنيه مع بعض، والناس حبوه قوي قوي قوي. وبعد كده حسن ومرقص وروح.